وهو موضوع السعادة، لأن السعادة محلها القلب. الإنسان ما بكون سعيد بيده، يعني السعادة مبضوقة في يده ولا في رجله ولا في عينه ولا في أذنه، وإنما يشعر بالسعادة بقلبه. لذلك قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الزول الصدر منشرح ده سعيد، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وده شقي وده ما بيسعد. شكي رب العزة والجلال بيّن في هذه الآيات أنه لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض أنه أنزل الهدى، ثم بيّن أقسام الناس: فإما متبع للهدى وهو السعيد، وإما معرض مخالف لهذا الهدى فهو الشقي. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الثالث، وقال أيضا في الثاني، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن اتبع القرآن بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أي زول بباري القرآن ده بيتبعه ده في الدنيا بكون مهتدي، وفي الآخرة ما بكون شقي، بكون سعيد. عشان كذا هسي نحن لما نعاين للناس بنلقاهم اللي بيفتشوا السعادة في الكورة، واحدين تلقاهم كذي اليوم كله تلقاه شغال: غلبناكم وغلبتونا وهو إلى آخره. تقول ليه انت شنو؟ والله تلقاه العشاء غالبه، تقول ادخلت له العشاء يقول لك: ماذا ناكل ذاته؟ مالك يا زول؟ يقول لك: والله طقونا اثنين، طقوكم اثنين انتوا شنو؟ يقول لك: والله هلالاب. يعني ما بتتعشى عشان طقوك اثنين وكل ذا هلال بتاع شنو؟ يعني تلقاه هو يغلب الاكل الغلب، وتلقى اللاعب الحقيقي مدعشي ذاته الغلبوه ده، تلقى مدعشي والمدرب والنسون يقول لهم: اهم شيء بس نفسياتكم والشغله دي، اصل ما سجال الحرب بيننا وبينهم سجال، والليله غلبنا وبكره بغلبونا، والليله غلبونا وبكره بنغلب. فتلقاه ده بتاع المشاهده ده والتشجيع، تلقاه تعبان زي والله الذي لا اله غيره، انا وغلبوني وكذي، وتلقاه صار لذاك في السوق من الصباح كورك يشاغل ده ويشاكل ده، كلها هوس بتاع كوره، ده غير بتاع شنو؟ في الكوره ذاته يشجعوا ناس برا كمان، بعدين يقول لك ريال مدريد، واحدين يقول برشلونه ووك، وشباب تلقاهم حالقين كيف، يقول لك ده حلاقه فلان ودي لعبه فلان، وتلقاهم ينططوا في الميادين، مصايب ثقيله جدا. انت لو بتتدرب تتريض عشان تتدرب تقوي جسمك ما في شيء، لكن تشجع لك لاعب وتعبان، والله اول امس واحد شاب عمره 19 سنه قاعد معاي قال لي في بيت من بنات المسلمين، قالت: بس انا بتمنى في الدنيا بس اقعد مع ميسي ساعه بس اتونس معاه. شوف حاجه قال لها البيت دي، ذات البيت اللي بيخليها تشجع كوره شنو؟ دي ما تشجع لا خضره ولا باميه ولا شيء، اللي بيخليها تشجع كوره شنو؟ والله الذي لا اله غيره، كله هوس غشوا به والناس وشغلوا به والمسلمين ده اللي بجنبه. واحدين ثانيين بيفتشوا للسعاده في حاجات ما في اصلا سعاده، زول تلقاه يدردم ويخوت، واحدين شغالين ينفخوا، واحدين ايه ما بلاوي شيء حمر وشيء ملفلف ثاني اخضر
مشاكل كثيرة جدا. قالين روحهم بيرتاحوا ما في راحة. واحدين قالين الراحة يحضر المصارعة، ده غلب ده ودرم ده وده ودق ده ديل بي جنبه. واحدين بتاعين اندية مما مغرب الواطة يمشوا كشتينة وضمنة ديل بي جنبه. واحدين تانين بتاعين سياسة شغالين ديل بجيك لهم بعد شوية شغالين. وهذه البلد وهذه البلاد، وثم إن العيش بقت بجنيه أصبر شوية. واحدين برضو ديل همون المظهر بتاعهم بس الشكل بتاعه، تلقى اليوم كله هم شكله بس وكلام كثير. وديل كلهم شفت ما بيرتاحوا، اللي بيغشوا نفسهم تاعنا الغنى شغل خاتلة سماعات وهي حفلة جاري ليها ونادي وين والمحلة الفلانية وين، وشغال يغش في نفسه لهيب الشوق ورحل الغمام وقائد الأسطور رحل. ورحل انت بترحل ورحل مشى، انت بترحل ولا بترحل، والذكرى الخامسة والذكرى الرابعة وهو استقيل في البلد دي كلهم لافين. واحدين بتاعين ونسات برضو تلقاهم محل الجبنات شاي ومرة جبنة. ده كله أنا ذكرته ليه؟ النازل كلهم يفتشوا لحاجة واحد، مثل بيتونسوا مع البنات وبتاعين الأكل بتاعين الملابس بتاعين الأشكال، وكلهم ديل همهم حاجة واحدة ارتاحوا دارين السعادة. والله ما بيرتاحوا إلا في الدين. شفت الدين شايفين ناس، وده هون شايفين ناس الدين، ناس رجعيين ومتخلفين وناس مساكين وناس كذا وكذا، ديل السعادة عندهم. والذي رفع السماء هؤلاء سعيدون، سعادة عندهم يعني هم سعيدون في أنفسهم، وإلا فالسعادة من عند الله سبحانه وتعالى. الدليل قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شوف الزول في النار بحاجج، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. عشان كذي في آية عظيمة من كتاب الله تعالى بتوريك أنت بتكون سعيد كيف، وهي من سورة النحل. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قبل ما أتم الآية دي، هذي زول ماشي حفلة، هذا على الشباب ماشي حفلة تلقاه في البداية متكيف ماشي وتلقاه ينطط في الشارع، مجرد ما حضر متكيف، مجرد ما جاء راجع في الطريق بيفقد حاجة معينة، تلقاه جوا قلبه ده في وحشة. الدليل على انه في وحشة تلقاه ما بيقدر يمشي براو الا في نص شلة، وما يقدر يقعد كذي براو يخلو بربي سبحانه وتعالى، ما يقدر، تلقاه دار يشغل نفسه بموضوع. ليه؟ لانه القلب ده بعد المعصية بيجيه غم، بيجيه غم، وبعد الطاعة بتجي راحة في القلب. ألا بذكر الله تطمئن شنو؟ القلوب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا استقرار للقلب إلا بالأنس بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه. قال وكل محبوب إذا وجد وكل محب إذا وجد محبوبه وجد أن نفسه تحتاج إلى غيره إلا من أحب الله واستأنس بالله سبحانه وتعالى. والكلام ده نحن ذكرناه قبل كده لكن بنقوله لأنه ده موضعه. زول تلقاه متزوج مرة واحدة يمشي الصباح يعاني تلفت يقول والله أنا كان اتزوجت الثانية تكون جميلة وتكون كذا وكذا وأوصاف معينة بكون مرتاح في الدنيا دي. هاسي ناس كتار تقعد معاهم يقول لك بس يعني مشكلتنا العرس بس، والله تاني لا دارين قروش لا دارين أي شيء بس العرس بس. الزوجة الثانية قول والله دي جميلة هي صح لكن ما بتعرف تسوي الملاح يا أخي، نشوف لي واحدة ثالثة. تاني الزوجة الثالثة
يقول اي والله هذه كويسة لكن بس ما بتعيش معانا في يوم بدأ نشوف واحد رابع اتزوج الرابع ما بيرتاح والله الذي لا إله غيره أبشرك كتزوجنا أربعة لما ينزوى ما في راحة راحة دي في الدين يقول له أخي والله أنا بس الزواج ده هو تزوجنا لكن كل مرة يجار ويمرقونا من هنا والبيت بصب في المطر وحالتنا بالبلة بس أن نلقى لنا بيت مجية تاني ما داير في الدنيا دي أي شيء إلقى له بيت عمارة ولا بيت غيره غير عمارة المهم غيره تلقاه برضو يقول لك الله البيت ده كويس لكن بس محله دينا ما غالية كان حولوا لنا بس هناك كذي بيبقى غالي شوية يحولوا هناك يقولوا والله الزوجة لقيناه والبيت لقيناه بس الشغل يا شغلنا ده تعبان ولا ايش بقى غالي فقال لي قلت لي وظيفة سمحة القى وظيفة يقول يا اخي والله الوظيفة دي بتنتهي المغرب كان لقيت واحد الظهر لما نموت بيكون بالطريقة دي والله الذي لا اله غيره اصله ما بترتاح عشان انا ابشرك واحد يمتعن غنى ديل تلقى يسمع دي يقول كده نسمع البعدة البعدة لما نموت ما بيرتاح طيب الراحة وين الراحة في الدين وفي الطاعة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كان فقير تلقاه سعيد يجي الصلاة بمزاج ويرجع بمزاج شغله ده لو تعبان تلقاه يشكر في الله الحمد لله مرتاح في قلبه ده مرتاح ما متضايق ما عنده هموم كثيرة ولا غم ولا حزن ولا شيء إلا الدنيا دي كبير هم وإنما همه رضا ربه سبحانه وتعالى ويزهد في الدنيا قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال ابن كثير في تفسيره قال ابن عباس الحياة الطيبة الرزق الحلال رزق الحلال ولو بسيط قال لك دي الحياة الطيبة في الآية وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عنه وعن ابن عباس قال الحياة الطيبة القناعة فتزول المقتنع بما قسم الله له ده سعيد لكن الما مقتنع ده لما يموت ما بيسعد وقال عكرمة والحسن البصري عليهما رحمة الله تعالى قالا لا راحة للعبد إلا عند دخول الجنة لكن في الدنيا دي ما فراحة لقد خلقنا الإنسان في كبد ما فراحة في الدنيا دي طفل تلقاه من سنة لخمسة سنة تعبان تلقاه طين ومرة يلعب بشنو مرة كذا ومرة يقع والتسنين وحاجات كثيرة جدا خشة من خمسة وماشي لفوق لخمستاشر ولعشرة قبلية وغيرها تلقاه تعبان من الصبح يصحوا فيه طفل صغير صحوا حمموه والناي والترحيل جاء الشمس ما طلعت يدخلوا في الترحيل زهجان ذاته نايم في العربية زهجان من صغير كبر شوية خش الأساس امشي المدرسة بيجاي يجلدوه بيجاي ما بعرف في البيت زهجان تعبان يمشي الشارع ويقول له تعال خد جوا ده بيجم خش خلاص 17 وماشي كذي شباب فبقى فترة الشباب يكون تعبان ذاته الجامعة يكذب على البنات وأنا كذا وأبوي جاي من المطار وأبوه في الملجة بيبيع في البصل وأنا وما بعرفه يغش في البيت وتغش فيه في النهاية قبل ما يتخرجوا البيت بيحقدوا عليها وبكون لاف في ساي بيتخرج بيكون برضو تعبان مرة ركشة سلك انقطع بتاع الكلتي مرة يشتغل طلبة واقعة في الباغة مرة بيجاي يشتغل في فرم سخانة حارة بتاع الكوريك شغلة طويلة جدا يتزوج يقول لك أنا اتزوج مما يتزوج لك والله بس نتزوج مما يتزوج لك والله زمان يا أخنا ساير عليه كيفنا ونجي خاشين حاسي المرة دي ممت مغرب الواتة والله تقول قفص جداد بس تقول لنا خشوا جوا خشوا جوا حاسي شو يقول لك الله يدينا جنة يديه جنة يحامي النوم الجنة نص الليل يبكي من غير أي سبب شبعان وما ردع أي شيء
بعد شوي يكبر أربعينات يقول لك والله الأولاد دي الخشوا الجامعات شغلنا دبره ما بكفي إلا نسوي واحد بالليل تعبان، خش الخمسينات ستينات تاني بمرض براو أصل العمر ده مما يفوت أربعين، تاني شباب شنو فات حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة، مما تفوت أربعين ده تاني جسمك ده براو وينزل تحت ماشي، تخش السبعينات تاني من الصباح بتصحى مطشش ما زين ما تصحى تقول لا ما شايف زي الناس وانت شفت شيء اصبر ها. أبا أحمد جزاك الله خير. من الصباح يقول لك والله ما شايفين زي الناس، بعد شوية يقول لك شنو الله جارك الله صلى معنا الصبح لقيته المودب يجي فجأة كذي ماله، فدي كلها شنو نزل الله يطول أعمار أعمامنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فدي الدنيا ما فيها سعادة، قال لك عشان كذي ابن كثير رحمه الله ختم تفسيره للآية في النقولات بحديث في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح قد أفلح، مما تلقى قد أفلح في القرآن ولا السنة معناه الزول ده أي عذاب زح منه وأي رحمة أو أي فضل وفوز بخش فيه، يعني لما يقول لك قد أفلح معناه ده ما بسموت سوء خاتمة معناه ده حسن خاتمة، ولما يقول لك قد أفلح معناه ده ما بيتعذب في القبر ده بكون قبره روضة من رياض الجنة، وقد أفلح معناه الحساب بعدين ما سوء الحساب وإنما حسن الحساب، وقد أفلح معناه ده في الصراط بمش بينجو ما بيتشتش وقع، وقد أفلح معناه بيدخل الجنة، عشان كذا أي آية ولا حديث قد أفلح قد تلقى فاز، فاز ده قد يدخل الجنة لكن قبليه يدعب، لكن أفلح معناه ما في عذاب وفي شنو في نعيم، فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أسلمت لله سبحانه وتعالى والرزق الجاك ده اقتنعت به، رزق حلال واقتنعت به انت قال لك مفلح، عشان كذا أهل العلم قالوا كما في مقدمة القواعد الأربع أن عنوان السعادة ثلاثة أمور، عليك الله يحفظك كويس وطبقها، عنوان السعادة ثلاثة أمور بالنسبة للعبد، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، شوف الثلاثة ذي لو توفر فيك أنت سعيد، أي واحد فينا بيذنب بيخطئ لكن ما تواصل في الخطيئة والمعصية وإنما تستغفر الله سبحانه وتعالى، كما في السلسلة الصحيحة من قال أستغفر الله الذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، في رواية ثلاث مرات غفر له وإن فر من الزحف، فر من الزحف دي من الكبائر، يعني المعركة بدت وهو فر دي من الكبائر، الزول اللي بيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يقول مرة ولا ثلاث مرات غفر له وإن فر من الزحف، فإنت تكثر من الاستغفار ده من علامة السعادة، عشان كذا نوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا غفار على صيغة فعال يعني كثير المغفرة، لأنه في شباب بيقول لك والله نحن يا أخي غلطنا واستغفرنا لكن تاني بنغلط الشغلة دي كثيرة، قدر ما تغلط تستغفر الله سبحانه وتعالى، الشغلة دي ما زي الكورة، الكورة ده
بيكسر له واحد بده كرت اصفر، ثاني كرت اصفر، ثاني احمر، ده ما بيلعب الجايه، صح ولا ما صح؟ دي في الكوره. لكن في المعصيه ما عندها مرتين ولا ثلاثه ولا عشره ولا الف. كلما اذنب العبد استغفر ربه سبحانه وتعالى فيغفر الله له. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. فتستغفر. اثنين، انا بديت من تحت وجاي لفوق. اذا ابتلي صبر. من علامة السعادة انه اذا ابتلي صبر. جاك ابتلى، الدنيا دي كلها امتحان. هس الناس التعبانين في الغالب لانهم ما خاتين الدنيا امتحان، خاتين الدنيا دي زي الاخره كده. جعلوا الدنيا صن والاخره زيها. يقول لك والله يا اخي احنا نعيش وكذا، هي الدنيا ما قدر الاخره. قال ابن القيم رحمه الله: الدور اربعه، الدور اربعه، بطن الام والدنيا والقبر والآخرة. أي إنسان بمر بالأربعة دل بعد آدم عليه السلام، بطن الأم 9 شهور ضيقة والله يرزقه جوا، يمرق للدنيا بيمرق ببكية. الزول أول ما يجي خاشي للدنيا دي بيجي بيبكي من البداية، الشغلة دي جاي وباكي. ما شفت الشافع بيبكي براو؟ ايوه كان ما بك مشكله، يقول لك ده جاي كاتم بيكون ما بعيش، ده ما بعيش. ايوه يجي يبكي، بيقعد في الدنيا قول 70 سنة. الدنيا اوسع، بعدها يموت يخش القبر. القبر ده انت شايفه ضيق، انت ما شايف المغابر بيبرى ضيق. قال ابن القيم: والقبر للدنيا كالدنيا لبطن الأم. مش بطن الأم دي ضيقة والدنيا وازعة بالنسبة لها، أي القبر ده للدنيا زي وساعة الدنيا لشنو؟ بطن الأم. بعد ذاك نمرة أربعة بتمشي لشنو؟ بعدين القيامة، إما جنة وإما نار. فإنت هسي الآن في نمرة اثنين، هسي نحن ما في نمرة اثنين، وفي نمرة اثنين نمرق منها 200 ما معروف. العلم عند ربي سبحانه وتعالى. فإنت في الدنيا دي في امتحان، ابتلاء، ما مرقوك ساي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا أخي ما ممكن إنسان في الأرض دي زي سعد ابن معاذ رضي الله عنه يموت اهتز العرش لموته، يموت اهتز العرش. إنسان نوح عليه السلام يدعو بدعوة: أني مغلوب فانتصر. الله يفتح أبواب السماء والأرض الموية وإلى آخره، الكون ده كله يحركه الله سبحانه وتعالى. وهذا الكون كثير منه يتحرك بدعوة من العبد أو بفعل من أفعال العبد أو بقول، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إلى آخر الآيات. الكلام ده أنا ذكرته ليه؟ إنه ما ممكن الأشياء دي تحصل من أجل الإنسان أو بفعله أو بقوله إلى آخره،
ويكون الإنسان ده خلقه عبس هاي كن بس خلقه يأكل ويشرب وينوم بعد يموت ويقول لك آخركم تراب. إيه كان آخركم تراب؟ كان الناس تعبت وخافت. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. انت قال الموت ده، قال لك الشاعر قال كذي، قال يا نفس قد أزف الرحيل وأذلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى حمل ثقيل، قرن الفناء بنا فلا يبقى العزيز ولا الذليل. فإنت الدنيا دي الله خلقك لامتحان. الذي خلق الموت والحياة، شوف قدم الموت على الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم في امتحان أيكم أحسن عملا. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فإنت في امتحان، الزلل في امتحان ده يا جماعة ما يضيع زمنه، وطالما في امتحان أنت أي فعل تفعله شوف البرد الله أعمله، وشوف البغض بالله سبحانه وتعالى ابتعد منه ابتعد منه. لذلك كان السلف، كان الواحد منهم أحرص على وقته من البخيل على ماله. البخيل مش حريص على المال، هنا الواحد حريص على الوقت. فإنت في الدنيا دي بتبتلى، بتجيك أمراض ويموت لك زول وتجيك حوادث وقاعد من غير أي شيء، تحصل مصيبة. والله أسأل أي زول، أسأل زول عمره 90 سنة، قول يا حاج حصل مرد عليك 10 أيام في 90 سنة، 10 أيام ما جاك فيها ضيق؟ كذا أسأل نفسك أنت، 10 يوم كذي ورا بعض، الليلة وبكرة وبعد بكرة وبعد إلى آخره، ما جاك أي ضيق؟ لا نعاس، لا هم، لا خبر يضايقك، لا جوع، لا تعب. بتمر 10 يوم يا ناس؟ ما بت... والله ما تمر إلا أن يشاء ربي شيئا، ما بتمر. طيب أنا أدعب ليه؟ أدعب ليه؟ والله الذي لا إله غيره، من أجل الدنيا. فالدنيا دي دار امتحان، وطالما دار امتحان ودار بلاء فأنت تصبر 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 حتى تلقى ربك سبحانه وتعالى. قال عن أهل الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. دار تتعلم دار صبر، دار تعمل بالعلم دار صبر، الوالدين دارين صبر، المجتمع العايش فيه دار صبر، دار صبر شديد. ماشي في الشارع ينبذوك ساي، والله ولا سألت الزول ينبذك. أنا مرة ماشي في شارع معي صاحبي عندنا دقين الاثنين، في بنات فتيات ثانوية جو ماشيين عندنا في ضمت خشمنا وقعدوا يشاغلوا وينبذوا، والله الذي لا إله غيره. حال طابوا دقين ماشيين بنانا، كان قالوا باللادن يا ذولا، قلت لا كان باللادن نحن ما كان فجرناك ونسي باللادن، ذل بتاع تفجير وذل براون يا ذول ذل ما نحن. والله ماشي في الشارع في بحري جبت عموتر كرر دقنك زي التيسقة، ولا سألته بس في الاسطوب، قلت له هذول التيس وجيه كذي التيس ده عنده شخيط، التيس ده عنده شخيط واحد كذي، وانا ما قفل الشغله دي ما قفله وبيموش التوجيهها. يا ناس معقوله ماشي ساي ينبذوك؟ دايما دارين صبر في المواصلات، ان عثرت زول ساي سايق لك عربيه والموتر يقول لك حالته انت يا مولانا. ها مولانا ده جاي من كوكب المريخ ما سوداني معاك، وكلها مصايب وبلاوي تبتلى في هذه الحياة الدنيا. عشان كده رب العزة والجلال قال ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين في ابتلاء، بس انت تصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. المصيبة دي من الله سبحانه وتعالى امتحان. المؤمن الله بيهدي قلبه كيف يتصرف التصرف الصحيح في المصيبة، لأنه في ناس بيتصرفوا تصرفات خطأ وفي النهاية الوبال يرجع عليهم. عشان كده السلف كانوا يصبرون عند المصائب. وابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة ذكر أن عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى من الفقهاء السبعة، وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه، عروة أصابه مرض في رجله يسمى الآكلة، أسي ما أعرف يسموه الغرغرينة ولا شنو، مهم بمش بمش لحد ما يطلع فوق، في النهاية الإنسان يموت، يبقى له سبب. فالمرض ده لما اشتد عليه اجتمع عليه الأطباء عروة بن الزبير فقالوا نقطع رجلك. كراعة دي قال له والله إلا نقطع الشغلة دي بتمش لي فوق. قال اقطعوها. فأحضروا زيتا يغلي، خدتوا الزيت في النار لما بقى يغلي يفور عشان يوقفوا بيت دم بعدين، ثم قالوا تشربوا ما يذهب عقلك. قال عقل أعطانيه الله لا أذهبه، ما بضيعه، ولكن إذا كنت في صلاتي فاقطعوها. بس قال لهم خلونا أبدأ الصلاة دي وبعد أخشع تاني أقطعوها. خشى في الصلاة، الله أكبر، شافوه بدأ شنو إذا أثر، فأقبلوا عليه بالمنشار فقطعوا رجله، ما قال كلمة يصلي. لما خشع لموا في الكراع شنو قطعوها، ثم أحضروا الزيت فوضعوه في الدم في رجله فأغشي عليه غمر، فما أفاق إلا في اليوم الثاني. اليوم الثاني لما صحى قال له أحدهم: أحسن الله عزاك في رجلك فقد قطعت، وأحسن الله عزاك في ولدك محمد فقد رفسته إحدى دواب الخليفة فمات. انت بالليل غمران مشى بعدين واحد من دواب الخليفة رفسته مات. فقال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت واحدا فلك الحمد، في ثلاثة لسه، وأعطيتني سبعة أبناء فأخذت واحدا فلك الحمد. شكل السلف كانوا كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كانوا عند المصائب يتذكرون ثلاث نعم. النعمة الأولى أن هذه المصيبة لم يكن صاحبها هو أول من ابتلي بها. هسه نحن مش في مصيبة، بعض الناس متضايق يعني ولك العيش يا مولانا، العيش بقت بجنيه، عيش يا أخ بقت بجنيه، زمان كانت بكذي وسي بقت بكذي. أيوة انت أول زول تبتلى بالمصيبة دي، ولا في قبليك ناس ابتلوا؟ في قبلك ناس يا أخي، في عام الرمادة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات في الحصار يأكل الشجر صفق، وغزوة من الغزوات في التاريخ، أي مجاهد بده تمرة، بس تمرة، التمرة ما بيأكلها، امش بعد يجوع شديد يخدها في المويه ويمصها مسافه ثانيه يدخلها في جيبه.
ناس جاعوا تعبوا ربطوا الحجر في سودان ربط حجر يا ناس عليك الله لا قاقل في النوم في الحلم ذاته في الحلم في زول الحلم منه السوداني ربط له حجر ما في أخذ ديل رابطين حجر ديل رابطين القاش أمور واضحة والله إلا من شاء ربي ما سمعنا زول مات بالجوع في البلد دي. لكن الناس الصبر قليل ده ما امتحان طوالي كوركو هذه الحكومة وأكلت القروش تلقاه شنو شايل لك كيس بتاع صعود خاتت السفة يقول لك وهؤلاء سفوا القروش سفوا شنو قروش وانت سفيت شنو صعود السمحة يا القروش ولا الصعود ولا القروش طيب انت سفتك دي الحامضة دي خاتية وديك يا ناس معقولة أبسفة دي عليك الله ينزحوا الحكومة ديحة خلاص حين الرئيس جبناك انت بسفتك دي ما انت يعني هو بسفته دي باقي لك بخلي القروش ده بصفة آخر بتلقى عيشة ما بتلقى عيشة ذاته لي قدام والله الذي لا إله غيره مصائب كلها في البلد ناس ما بيصبروا ولا يشكروا الله سبحانه وتعالى إلا من رحم الله فإن أنت تبتلى بتذكروا ثلاثة نعم أن المصاب لم يكن أول من أصيب في ناس قبليك ابتلوا بهذا البلاء اثنين أن في الناس من مصيبته أعظم من مصيبتك يعني زول اتضرب في رجله دي مصيبة لكن في زول اتضرب في شنو في عينه المصيبته أكبر ياتو مش بتاع العين ده أيوه. فإنت مصيبتك دي عاين في ناس في مصائب أكبر من مصيبتك انت الآن لو بتقول يا أخي نحن والله في جوع وتعبانين في ناس خلوا بلدهم ذاته يا أخي بيقوا في الاسطوب اشحتوا فتيات فتيات في ريعان الشباب واقفات نص الليل ايجوا الناس الدون كانوا في بلاد تركوها انت آمن أهلك قاعدين وتاكل وتشرب وتمشي تشتغل وتجي وتشرب في الشاي والجبنة والعصير وحاجات كتير بتاعين التسالي شغالين وبتاعين الاسكريم شغالين ومحلات الكريمات فاتحة عليك الله سيقولوا العيش غالي كريمات فاتحة أمور سالكة النازل ويقول لك العيش والأغاني فنانين التذكرة بخمسين جنيه ما شفت الإعلانات فلان صاحب الحنجرة الذهبية همشي غشلون أسمرة وما أسمرة والحبش يا أظن أنا في السودان ما عندنا مشكلة مع الحبش لكن في السودان وبلاوي كثيرة جدا وداك بغادي عدي بينا ده داري مرقك مرة واحدة بغادي وكلها مصايب قاعدين في البلد دي فلذلك أنت إذا ابتليت الواجب عليك أن تصبر أن تصبر وأن تعلم أن في القوم من بلاؤه أشد من بلائك النعمة الثالثة أن يوفق صاحب المصيبة للصبر في زول بيبتلى وما بيصبر لا لما في الأجر لا لما في الحاجة التي من أجلها ابتلي أو فيها ابتلي زول عنده قروش عنده مخزن والمخزن ملان بضايع اتحرق مش ده ابتلى اتحرق يقوم ينبذ ويقول ألفاظ سيئة و إلى آخره لا لما في الأجر بتاع الصبر ولا لما في مخزنه يعني لو صبر كان بيلقى أجر شنو الصبر أيوة المخزن ده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هسي تتنبذ لا عيشتك دي بتزيد وفي النهاية انت ما بتلقى أجر بس اقعد تنبذ ساي وتشتم ما فيش فلذلك الإنسان يصبر وإنسان يصبر ليدخل الجنة وليرضى عنه ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط زول الله يحبه ابتليه امتحنه
يجي الجامع وماشي كويس، صلي وبيعبد وبيقرأ قرآن وموحد، يبتلى. كان رضا الله بيرضى عليه، وكان سخط الله بيسخط عليه سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يصبر. الأمر الثالث والأخير عنوان السعادة: إذا أعطي شكر. الله اداك نعمة، أشكر الله سبحانه وتعالى. الناس تشكر يا جماعة، الناس تشكر، الناس بتحاول تعالج المشاكل بحاجات كثيرة، كلام كله تنظير، تنظير أغلبته، لكن ليزول ما يشكر الله سبحانه وتعالى. يقول لك والله ما عندنا قروش يا مولانا، ما في قروش، تعبانين يا أخ، شغالين وما في قروش، ما في قروش. تعال قف. سؤال رقم واحد: ادوك قدر الجامع ده ربط قروش، دولارات وريالات ودراهم وقروش وجنيهات، ربط قدر الجامع ده كله، بس ادينا نعمة البصر، ترضى؟ والله ما برضى. لا، الجامع ده كله قروش بس جيب البصر بس ابقى اعمى. لا والله ما برضى. يبقى معناه انت شايل لك حاجة اغلى من شنو؟ القروش دي كلها، دي نمرة واحد. اها السمع، ادوك من هنا للسوق الشعبي ربط، ابقى اطرش. ولك فائدتها شنو يا اخي؟ الناس يجوا ماشيين ساي وما في حاجة، ما تقول الحمد لله. والله الذي لا اله الا هو. عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح قال: الحمد لله، اول كلمه الحمد لله، يعني اول كلمه في اذكاري في مثل هذه الاذكار الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه شنو؟ النشور، الرجوع يوم القيامة. انت يا اخ بتنوم، في ناس ما قادرين ينوموا بسبب ضربة صغيرة، ما قادر ينوم. في زول عنده صداع تلقاه سوى حادث في نقطة بتاع الدم بس جوا، خشت في محل معين غلط، لخبطت لي حياته، ما قادر ينوم. انت الله معافيك. الزول من الصباح عنده، شوف الفم ده فيه لعاب، لو زاد زول بريل، ولو نقص الزول ريقه شنو؟ بينشف. الله وازينه له وزنه معينه اذا صح التعبير، وزنه معينه بس كذي قدر الشغله. والسنون تلقاها ماف وبرضه ما بتمرق حاجه. الله وازن الشغل وحاجات كثيره، ده كله نعم من الله سبحانه وتعالى. انت اشكر الله يا اخي. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وإذ تأذن ربكم أي أعلمكم، تأذن أي أعلمكم وأخبركم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أزول الله اداه نعم، يقول الحمد لله، الله وفقك في العبادة، قول الحمد لله واشكر الله، العبادة بتزيد. الله اداك رزق، اشكر الله سبحانه وتعالى، الرزق بيزيد بيزيد. وقال العلماء: الشكر له ثلاثة أركان: شكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. فحدث، مش يسألوك كيف حالك تقعد تتضايق، والله نحن وغايته، تلقى عنده ألف، ألفين، ثلاثة ألف، عشرة ألف نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. النعم دي كلها يا جماعة الزول ما بعاين لها، بعاين لها مصيبة صغيرة، مصيبة صغيرة. زي زول عنده بيت عمارة واسع وفي أي شيء ما لذ وطاب من أمر الدنيا، بس مرق برا لقى ما في شجر جنب البيت. النعم دي كلها انساه، يقول والله البيت ده كعب يا اخي، ماله ما فيه شجر برا. ده زول منصف، زول ما منصف. انت الله بيديك الاف النعم كلها تنساها، بس تفكر في مصيبه جاتك
مصيبة واحدة تفكر فيها ولا مصيبتين؟ فالإنسان يتكلم بنعم الله عليه، واحد. اثنين، يستشعر هذه النعمة بقلبه، شكر القلب، أن تنكسر لله سبحانه وتعالى وأن تنسب له الفضل. قارون الله اداه نعم، سألوه ولا شاف الجماعة براه وقال كذي، قال إنما أوتيته على علم، أنا زول فاهم ومتعلم عشان كذا القروج جاتني. الله أهلكه فخسفنا به وبداره الأرض. سليمان عليه السلام الله اداه نعم، الله اداه نعم، شكر الله، الريح، الجن، الطير، ملك عظيم. وفي النهاية لما رأى عرش بلقيس، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ما قال إنما أوتيته على علم، والملك ده ما عظيم، أنا الملك زي منه، لا لا، قال إنما، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. دي نعمة ودي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هل أنا بشكر ولا بكفر؟ فتنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. الله اداك جنى، ما تقول اداني لي شيخ فلان، في ناس مهووسين، قول شيخ فلان بدي الجنى، شيخ فلان بدي الجنى، والله يجيبوا فيها أبيات وكذا، وفي كل بلد كم حل عقد ووا إلى آخره، من غير مس وتفل، ماذا رجيب اسم زونا؟ من غير مس وتفل كم أدى طفل، والله بلاو التقيل، في زول بدي جنى يا عمنا، في زول بدي جنى، بلاوي تقع عمنا شمس الفلاحة بعرفهم كلهم وعماتها. لا إله إلا الله، في أزقل ونبل، هاي شغلة في أزقل ونبل ودردق وكلام طويل جدا. فذي البلاد بلاوي تقيلة ما أنزل الله بها من سلطان. الزول ينسب النعم لله سبحانه وتعالى. يا أخي إبراهيم الخليل قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، قال ابن كثير أي في عمر 84 سنة، يعني بعد تم 84 سنة. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فإذا تشكر الله ما تدي النعم ما تنسب لغير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. النعمة حقت الله انكرها، وينسب الفضل لغير الله سبحانه وتعالى. العربية دارت تنقلب، الله نجاه، يقول والله نحن ما في 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 جاه فلان وفي حوا فلان وشيخ فلان، ولأنه المرأة الفلانية ندهت شيخ فلان عدل العربية وكذا اللي عادل على نفسه وجوه القبر ذاته شيخ فلان، وشيخ فلان جوه قبره الحق العربية كيف؟ مرة أنا جاي من الهلالية ماشي جاي رفاع، العربية دارت تنقلب، في مرة قالت يا المكاشفي، وواحد بيجاي شاب قال يا الميرين، قلت لها ناس كذا اتفقوا ده ما يجر إلا ذاتك القدام وذاك الورد قلبوه ذاته، انتوا ما تنادوا واحد؟ قلت له، قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. قالت لي انتوا بتكرهوا الأولياء يا زول، قلت لها الرسول عليه الصلاة والسلام مش نحن، ونحن ما بنكره الأولياء الحقيقيين، مش الشغل لخبة ساي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
الناس تشكر الله تنسب الفضل لله تعالى. والله الذي رفع السماء، واحد في العزبة في بحري بناغش في زول، الزول اللي بعرفه اسمه عبد الرحيم، قال لي يا أخي الله قال في القرآن أأنتم، ده معنى كلامه، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ مش السماء بناها الله؟ قال لي شيخ الختمية قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. قال لي طيب البناء الله السماء دي ولا شيخ الختمية؟ مش مفروض يقول لي بناء الله؟ قال لي بنوها سوا، والله قال لي بنوها سوا. هو لما بنيت السماوات هل كان في بشر مولود ولا بشر مخلوق؟ لما بنيت السماوات، لذلك ده كله من الشرك الأعظم الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فإنسان ينسب الفضل لله، تعاين كذي في السماء تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، تعاين في الأرض تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انت يا أخي أنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم لك أنت وللأنعام للبهائم بتاعتك، وده كله من الله سبحانه وتعالى. السمع، البصر، رب العزة والجلال، ألم نجعل له عينين؟ يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، بينا له طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر. يا أخي الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المميت، الناس تشكره. قال تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الأذان أذن. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالناس تشكر الله سبحانه وتعالى باللسان وبالقلب، ثالثا بالفعل بالعمل. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله اداك نعمة السمع تشغلها في الطاعة، ده من الشكر، طوال تشغلها في الطاعة، تسمع المحاضرات، تسمع القرآن، تسمع الكلام النافع، مجالس فيها شر ما تجلس فيها. اداك نعمة البصر، في ناس عميانين، اشكر الله سبحانه وتعالى. البصر ده شغله في القرآن، في الكتب النافعة،
في العلم، ما تحركوا في في معصية الله سبحانه وتعالى، أفلام مسلسلات وعائل ليده وعائل ليديك، مصائب كثيرة جدا وبلاوي. أداك نعمة الصحة، في ناس عيانين في المستشفيات، شغل النعمة دي في طاعة الله سبحانه وتعالى، في الصلاة والعبادة والاستغفار، في الصلاة والعبادة، وامشي المساجد، وامشي وين، وصلة الأرحام، وطلب العلم إلى آخره. وهكذا يعمل العبد بطاعة ربه سبحانه وتعالى، وينسب الفضل له وينكسر بين يديه. ومن الشكر أن لا تتكبر، أن لا تتكبر، وإنما تنكسر لربك سبحانه وتعالى. رسول عليه الصلاة والسلام لما جاء فاتحا مكة وهو يركب على الدابة وهو مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم انكسارا لله تعالى، عشان كذي لما فتحت قبرص بكى أبو الدرداء رضي الله عنه، بكى. وتخيل الفتحوها المسلمون، يعني ده يوم انتصار، بكى أبو الدرداء رضي الله عنه. فقال له أحدهم: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ الناس المفروض انت تفرح، تبكي ليه يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال: بين أمة، يعني بينما كانت هذه أمة التي انتصرنا عليها، بين أمة قادرة قاهرة عصت ربها صارت إلى ما ترى، ما أهون الخلق على الله سبحانه وتعالى، ما أهون الخلق على الله تعالى سبحانه وتعالى. يعني قال لنا زي العصوا الله، كانوا عندهم قوة وقدرة، لما عصوا الله الله زلاهم، احنا انتصرنا عليهم. فهؤلاء الخلق إذا عصوا الله سبحانه وتعالى هانوا، وإن أطاعوه ارتفعوا، وعند الانتصار انكسر أبو الدرداء رضي الله عنه لربه سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام لما سقى للبنتين تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير. فانكسر لله سبحانه وتعالى. فالناس تشكر الله، الناس دي أقدار النعم تزيد، أي والله يرضى، الناس تشكر الله، إيش ما في، قول الحمد لله. بكرة بيجي انت قلت تنبز ما في، وبزيد ذاته الابتلاء بزيد، ونحن في النهاية ندعب معاك ونسأل الله العافية. وأشياء كثيرة الإنسان يستحضر نعم الله عليه وفضل الله عليه، ويعلم أنه في هذه الدنيا في ابتلاء، فيجتهد في طاعة ربه حتى يلقى ربه وهو راض عنه. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على حسن السماع، وصلى الله وسلم على نبينا.